اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب وفي أتم صحة. طبعا قبل ما ابتدي، ربنا يبارك فيكم يا رب ويخليكم ليا. طبعا انتوا وحشتوني جدا جدا جدا، بس والله انا اتأخرت عليكم، بس كان عندي ظروف كده وكنت بعمل نقاشة في بيتي. طبعا دي أوضة الصالون عندي، قلت اعمل فيها نقاشة كده. فانا طبعا انا قايله لحضراتكم ان انا اي حاجة اعملها اوريها لكم. بصوا المنظر ده كده، انا عايزاكم تقولوا لي ايه رايكم في المنظر ده. طبعا دي اوضه صالون، بصوا ما شاء الله. انا لسه طبعا ما خلصتش ولا الراجل خلص، بس قلت اوريكم كده الجنب ده، ما شاء الله بصوا جميل جدا. وعملت جنبيه كده، بصوا ده ساده بس طالع منه كده فرعين ورد، يعني حاجه شياكه كده وحاجه بسيطه. ما رضيتش طبعا اعمل الجنب ده كده كله، فقلت اعمله ساده. انا كده كده عندي بلتكانات بركبها، يعني كده هنا كده هركب بلتكانه وهنا هركب بلتكانه، البلتكانات بتاعتي. وطبعا ده صالون، بس انا معلش انا مش عارفه اوريه لكم قوي لاني برضو الدنيا مكركبه عندي. بصوا ده كده اهو، ده كده صالون. انا الاوضه دي واسعه ما شاء الله تبارك الرحمن. بصوا زي ما حضراتكم شايفين انا لميت برضو انتريه، بس مش كامل طبعا. اهو ده انتريه تاني اهو، يعني الاوضه دي كده حاطه فيها انتريه وحاطه فيها الصالون ما شاء الله تبارك الرحمن. وطبعا النيش اهو زي ما حضراتكم شايفين، حطيت هنا النيش كده ما شاء الله عليه. بصوا جميل جدا والله. انا ده طبعا نيشي بقاله 20 سنه. بصوا النيش ما شاء الله. وانا هخلص ان شاء الله وهوري لكم الشقه كلها. انا طبعا دي كده اوضه الصالون اهي زي ما حضراتكم شايفين. بصوا جميله جدا والله، كده جنب ساده وكده جنب كلاسيك. بصوا حاجة بسيطة يعني. وهنا كده منقوش، بصوا دي اسمها ستارة، ستارة تنجيد، اسمها ستارة تنجيد. يعني الراجل النهاردة قال لي دي اسمها ستارة تنجيد. بصوا جميلة جدا. انا عايزاكم بقى تقولوا لي ايه رأيكم في المنظر دون، وانا هصور لكم ان شاء الله بس بعد ما اخلص الشقة كلها، لان شقتي طبعا مكركبة كلها. وربنا يخليكم ليا ويبارك لي فيكم حبايبي وتسلموا لي. ومعلش انا اتاخرت على حضراتكم، ومتشكره جدا جدا جدا. ربنا يبارك فيكم يا رب، وشكرا. السلام عليكم حبايبي.